بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة في يوم من أيام شهر رمضان المبارك، خلونا وياكم ويا ضيف جديد في هذه الحلقة نعيش أجواء الصوم وأثر الصوم في نفسيات الناس، وضيفنا نموذج منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله بخير. مشاهدينا الكرام، طبعا برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات، كل مكعب فيه سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول سؤاله: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ الاسم علي جابر جازي، السكن كربلاء. وعمرك؟ العمر 13 سنة. المكعب الثاني يوجه لك سؤاله ويقول: في أي مرحلة دراسية؟ حاليا مرحلة الدراسية الأول متوسط. المكعب الثالث يطرح عليك سؤال: شنو طموحك العلمي؟ إن شاء الله بإذن رب العالمين دكتور، لمساعدة طبعا زوار الإمام الحسين، وطموح من أهلي إنهم هم الجاي يعني يدفعوني إنه أصير الدكتور. دكتور بيا مجال؟ إن شاء الله طبعا مجال طب أسنان. شلون راح تخدم زوار أبو عبد الله بطب الأسنان؟ أخدم زوار الإمام الحسين أخدمهم، أفتح يعني يوم الخميس إن شاء الله، إذا طبعا وصلت للمرحلة اللي رايتها بيوم الخميس راح إن شاء الله يعني أفتح مجانا بالطب مال الأسنان، أفتح مجانا يعني بالمجال هذا. المكعب الرابع يقدم لك سؤال ويسألك: شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ طبعا شهر رمضان المبارك وهو الخير، وهو يعني الناس اللي يصوم به أفضل الصيام، واللي يعني تكثر به الحسنات، واللي ينزل به القرآن من على صدر النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خليكم يا حبيبي علاه. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس يسألك: شلونك ويا صوم العبادات؟ طبعا إن شاء الله يعني من صغري يعني ما كنت أصوم رمضان كله، يعني أول 10 أيام طورت شوية ظلت أصوم نص رمضان، بس إن شاء الله إن شاء الله أبدأ أطور من نفسي، وهذا رمضان إن شاء الله بإذن رب العالمين إذا تمم لي إنه أصوم رمضان إن شاء الله كله. المكعب السادس يطرح عليك سؤاله: شنو تحب في شهر رمضان؟ يعني تحب النوم والراحة لو مساعدة الآخرين؟ الحمد لله وشكر، أول روم النوم والراحة، العفو، شبعان النوم وشبعان الراحة، وهو ما استفادنا من هالشي، بس المساعدة الآخرين راح نستفاد منها أكثر وأكثر. يعني شلون تحب تساعد الآخرين؟ ساعد الآخرين كما كان الإمام علي عليه السلام، إنه شلون كان يساعد الآخرين في شهر رمضان. المكعب السابع يطرح عليك سؤال: شنو رأيك باللي يساعد الآخرين؟ طبعا رأيي إنه أوجه لهم نصيحة إنه يعني إن شاء الله يبقون على هيك نموذج، وإنه يطورون أكثر وأكثر. المكعب الثامن والأخير
يحتوي على سؤال ألا وهو شنو من الأعمال اللي تحب تسويها في شهر رمضان المبارك وتحب إنه هذاك العمل تقدمه للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ طبعاً إنه نوجه طبعاً بعائلتي بيوم الخميس من شهر رمضان إنه نسوي سفرة لإمام علي بين الحرمين أو مرات ببيتنا، نسوي سفرة خصوصياً لإمام علي عليه السلام. شكرا جزيلا لك حبيبي علاوي. شكرا رحمه الله. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية، وفي ختام هذه الحلقة نهدي لكم هدية ألا وهو حديث من حديث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ قال: صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله.